تعتبر قضية يعني مقدسة بالنسبة لكل جزائريين. كل فرد من 11 مليون و700 ألف موجودين في تونس يتمنى أن يكون مكاني. هي أرض فلسطينية بالتأكيد، لكن من يقف عليها اليوم هي الشهامة الأردنية. الجهد الأردني في غزة هو يتميز عن غيره بالاستمرارية. هذه الدولة الحاضنة للشعب الفلسطيني والتي لا زالت تقدم المزيد من الخدمات لهذا الشعب. أيادي البيضاء لن تتوقف عن العطاء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ليش احنا متأثرين عليه؟ وجاي من بير السبع تبقى في النقب وكل الأرض عيطت علينا. امبارحة كثرين همومي وجضيت جضيت من ظهر الزمان انعقرنا. يا ريتني ما جيت السجن يا ريت. فجر حريتي آت، فهل اقتنع السجان؟ يسعد صباحكم مشاهدينا وما كنتوا بتابعونا في هذا النهار الجديد لليوم الأحد 22 من تشرين الثاني للعام 2014، ومشوار صباحي جديد نسحبكم فيه لغاية العاشرة من فلسطين هذا الصباح. يسعد صباحك يا خميس. صباح الخير منى، وسعد صباح المشاهدين أينما كنتم. محطات مختلفة ضمن أجندتنا في فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم. نتوقف مع الأرصاد الجوية، حالة الطقس وحالة عدم الاستقرار الجوي، الحديث عن منخفضات تتجدد خلال نهاية هذا الأسبوع. نتوقف أيضا مع مراسلنا من مدينة القدس المحتلة وآخر تطورات هذا الصباح، وقراءة سريعة في أبرز عناوين الصحف الفلسطينية القدسية والحياة الجديدة، وقراءة في أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية. أكيد طبعا المؤتمر الدولي للهيئات المحلية، هذا المؤتمر الذي افتتحت أعماله يوم الخميس، وكان له يعني يوم الجمعة ويوم أمس نشاط واجتماعات واتفاقات عديدة. طبعا نتعرف أكثر على أبرز هذه الاتفاقيات التي برزت خلال هذا المؤتمر، وطبعا تشكيل شبكة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ومن استديوهاتنا في غزة هذا الصباح، أعلى نسبة فقر وبطالة منذ العام 2006. منتدى المعلمين الأخضر أيضا نتعرف عليه في فلسطين هذا الصباح. وأزمة مزارعين طوباس وتعويض خسائر الشتاء. يعني عمليا، ولكن هناك خسائر أكيد. طبعا المنخفضات أو المنخفض الجوي اللي السابق، وأيضا في توقعات أنه هذا المنخفض الجوي أيضا يسبب بعض الخسائر للمزارعين. من هون من ناشد المزارعين الالتزام بتعليمات طبعا وزارة الزراعة اللي تنشر والتي يعني تتبع في مثل هذه المنخفضات. نزلات الشتاء تحديدا عند الأطفال بنناقشها في فلسطين هذا الصباح، وكثير بنشوف النزلات بسبب التغير في يعني حالة الطقس. من الصبح بتكون شوب، بعد الظهر بتصير برد، وهذا يعني يعمل على انتشار العديد من الفيروسات. وبنشوف كثير يعني انواع مختلفه من الفيروسات المنتشره في هذه الفتره تحديدا متعلقه في نزلات البرد.
هذا كل ما لدينا في فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم مشاهدينا. توقف مع فصل قصير ونعود مع قراءة سريعة لأبرز عناوين من الصحف، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يسعد صباح كل من انضم إلينا في هذه اللحظات. صحيفة القدس التي عنونت في خبرها الأبرز لهذا اليوم الأحد 22 من تشرين الثاني للعام 2014 والموافق للأول من صفر للعام 1436 للهجري. المجلس الاستشاري لحركة فتح يجتمع في رام الله، والرئيس مسعانا في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة متواصل. شعث 29 من الشهر الجاري أقصى موعد للتوجه إلى الأمم المتحدة، والضغوط الأمريكية لم تتوقف. هذا طبعا الخبر الأبرز. عفوا منا، إلى أولى الأيام في الصباح وباللون الأحمر إجراءات إسرائيلية جديدة لوقف هبة القدس المحتلة، مشروع قانون لسحب إقامة منفذي العمليات وعائلاتهم. هذا العنوان الذي جاء على صدر أولى الأيام. ووفقا للتفاصيل فإن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يعتزم طرح مشروع قانون بسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات والمحرضين وعائلاتهم. في بيان ومقتطفات من هذا البيان لاحقا لمناقشات أجريت الأسبوع المنصرم، فإن من المتوقع أن يطرح رئيس الوزراء نتنياهو قريبا مشروع قانون يقضي بسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية ممن ارتكب عملية إرهابية وأعمالا خطيرة كان الدافع وراءها قوميا مثل التحريض على المس بالدولة. سيتطرق مشروع القانون لسحب الحقوق من مرتكب المخالفة ومن ذويه. قال نتنياهو في هذا الصدد لا يمكن أن من يمارس الإرهاب حسب تعبير نتنياهو ضد دولة إسرائيل سيتمتع بحقوق اجتماعية مثل التأمين الصحي. وهيومان رايتس ووتش تقول هدم منازل عائلات منفذي العمليات جريمة حرب. عودة إلى صحيفة القدس خميس ومن أبرز ما عنونت لهذا اليوم: مستوطنون يعتدون على مواطن في الأغوار، القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق في بيت لحم وتغلق مداخل دير قديس وتشن حملة اعتقالات، منظمة حقوقية أمريكية هدم منازل الفلسطينيين جريمة حرب، ومنظمات يهودية تحشد لمسيرة تهويدية حول الأقصى هذا اليوم. ديسكن رئيس الشباك السابق: انتفاضة القدس لن تهدأ بالمزيد من التضييق والقوة على الفلسطينيين. والهواتف النقالة والحواسيب في خدمة الشباك الإسرائيلي حسب رونين هاروفيتش رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات. خميس إليك من صحيفة الأيام. الرئيس: مستمرون مسعانا في مجلس الأمن وإعادة إعمار القطاع يمثل أولوية لدى القيادة. تصريحات رئيس محمود عباس جاءت في كلمته في بداية اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يوم أمس، وقال إن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعا هاما في 29 الشهر الجاري لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي والقرار الفلسطيني العربي الذي سيقدم لمجلس الأمن الشهر الجاري. الحمد لله حماس هي السلطة الأمنية الفعلية في القطاع. فتح تطالب حماس برفع يدها عن الأمن في قطاع غزة وتسليمه إلى حكومة التوافق فورا من أولى الأيام. وفي آخر ساعة إلقاء عبوة ناسفة على دورية إسرائيلية قرب مخيم شعفاط. ومن القدس قرار اليوم بشأن طلب عدم هدم منازل الشهداء. إلى صحيفة القدس وآخر خبر يعني أو آخر خبرين من أبرز العناوين اللي عنوانتهم صحيفة القدس لهذا اليوم: من يمارس العنف ضد إسرائيل لن يتمتع بالتأمين الوطني، نتنياهو سيطرح مشروعا لسحب الهوية الزرقاء من منفذي العمليات وعائلاتهم، والعودة طبعا إلى البرلمان الأوروبي ويصوت يوم الخميس على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين، وموغريني جهودنا الحالية تركز على تحديد الطريق نحو السلام.
وأخيرا مؤتمر الهيئات يقر تشكيل شبكة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمشاركون يضعون إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات. توقف سريعا على الأرصاد الجوية هذا الصباح مهندس يوسف أبو أسعد. صباح الخير مهندس يوسف، مرحبا بك معنا إلى فلسطين الصباح. صباح الخير لك وصباح الخير لكل الأخوة المستمعين، أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يعني مهندس يوسف، شهدنا يوم أمس حالة من عدم الاستقرار في الجو، بلحظات كان الدنيا تكون شمس وشوب، ولحظات أخرى نلاقيها غيمت وهواء ودرجات حرارة منخفضة. كيف تبدو حالة الطقس لهذا اليوم؟ نعم يسعد صباحك وصباح كل الأخوة المشاهدين أيضا، الله يسعد صباحك. وهذا اليوم غدا الأجواء غائمة جزئيا، غائم وبارد نسبيا، ودرجات الحرارة أدنى معدلاتها بحوالي 5 درجات في مثل هذا الوقت من السنة. وهذا اليوم وغدا نتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة بين الحين والآخر. من المحتمل أن تكون هذه الأمطار مصحوبة بعواصف عادية، الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج. لكن غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، درجة مئوية واحدة عن هذا اليوم، ولكن الأمطار كما ذكرنا قائمة، ولكن الثلاثاء والأربعاء هناك أمطار أخرى متوقعة، قد تشتد هذه الأمطار في ساعات المساء والليل، وتبقى الأجواء غائمة جزئية غائمة وباردة نسبيا، وأيضا الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع حبات قوية أحيانا تتجدد سرعة الرياح خاصة الثلاثاء والأربعاء. أمطار أم ثلوج مهندس يوسف؟ لا أمطار، لأن مصادر إسرائيلية تحدث عن ثلوج. لا أمطار، لا ليست هناك أي فرصة لتساقط الثلوج في هذا الأسبوع. بشكل عام من هذا اليوم حتى يوم الجمعة هذا الأسبوع أمطار متوقعة بين الحين والآخر، ودرجات الحرارة أدنى المعدلات، والأجواء ما بين غائم جزئية إلى غائمة، الرياح كما ذكرنا تشتد الثلاثاء مساء الثلاثاء والأربعاء. ويعني هناك تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية للأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول الفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر تزحلق على الطرقات، ومن خطر أيضا انخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة تدني مدى الرؤية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. يعني بشكل عام هذا اليوم أمطار خفيفة متوقعة غدا، ولكن تشتد يوم الثلاثاء مساء والأربعاء والخميس. هل هو نفس المنخفض أم أنه منخفض جديد يمكن بدخل على المنطقة؟ هي عبارة عن منخفضات متتالية، يعني تتبع يوم الثلاثاء تأثيرها على الأراضي الفلسطينية. يوم أمس طلعتنا بعض وسائل الإعلام عن تسمية هذا المنخفض باسم ميتشا، يعني إلى أي مدى بنقدر نلتزم بهذه الأسماء، ومن وين تيجي مصادر هذه الأسماء برأيك؟ نحن أختي حضرنا الأخوة المواطنين بأن هذه التسميات ليست لها علاقة بعلم الأرصاد الجوية، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هذه التسميات هو من هواة الطقس، ولا تسمى المنخفضات الجوية بمسميات، ولكن تسمى فقط اللي هي العصير التي تؤثر حسب منشأ الإعصار، ولكن المنخفضات الجوية حسب تعليمات منظمة الأرصاد العالمية ليست هناك لها مسميات، فهذا تخبط، وننصح الإخوة المواطنين داخل المعلومة فقط من مصدرها المتخصص وهي ذات الأرصاد الجوية الفلسطينية. هذا بكل تأكيد، شكرا جزيلا لك المهندس يوسف أبو أسعد مدير الأرصاد الجوية. نواصل مع أولى الأيام. قطر تتعهد بإرسال 200 مليون دولار بصفة عاجلة لإعادة الإعمار، هذا وفقا لما أكده الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر الثاني تعهد له خلال اتصال هاتفي يوم أمس بأن تقوم دولة قطر الشقيقة بإرسال دفعة عاجلة لصالح إعادة إعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار. نتنياهو سيطرح اليوم قانون الوطن القومي العنصري، حيث أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيطرح لتصويت في جلسة الحكومة اليوم الأحد قانون القومية الذي يوطد مكانة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي. زعم نتنياهو أن هذا التعريف لا يتناقض مع مبادئ الديمقراطية والمساواة. متطرفون يهود يعتدون على سائق عربي في بني براك وعلى طالبات في تل أبيب، وفيديو يحدد القناص الإسرائيلي الذي قتل الفتى نديم نوار.
إلى صحيفة الحياة الجديدة خميس، وأيضا من أبرز ما عنونت لهذا اليوم الأحد: أمطار اليوم وغدا وانخفاض جديد يوم الثلاثاء، إعادة إعمار قطاع غزة تحتل الأولوية لدي الرئيس، مستمرون بمسعانا في مجلس الأمن ونحذر من تحويل الصراع إلى ديني. الحمد لله، قطر تعهدت بإرسال دفعة عاجلة لصالح إعادة إعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار. فيديو يحدد قناص الاحتلال الذي قتل الطفل نديم نوارة. المحرر محمد التاج يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالعلاج. وفاة المناضل والنائب أحمد شريم والرئيس يعزي نجله. من غزة: عندما تكون أمطار الخير نقمة. طبعا هذا بالنسبة للمشردين الذين هدمت أكيد منازلهم في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. من أولى الأيام من طلع أيضا الجيش المصري يخلي الشريط الحدودي مع غزة ويزيل أحياء كاملة ويستعد لحفر قناة مائية لمكافحة عمليات حفر الأنفاق. من رام الله مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير قرب تجمع مستوطنات بن يمين. حماس تستنكر دعوة للقضاء المصري لحظر كتائب القسام. وتركيا حاكم أدرنا يحول كنيسا إلى متحف بسبب العدوان الإسرائيلي على الأقصى. وأخيرا فيينا: احتمال تمديد المحادثات النووية الإيرانية. وأمريكا تتحدث عن فجوات واسعة. وخبراء يقولون التهديد بضربة إسرائيلية لإيران ورقة دبلوماسية. إلى ملحق حياة وسوق خميس، وهو الملحق الاقتصادي الصادر عن صحيفة الحياة الجديدة. طبعا عنوان هذا العدد هو حول الميكانيكا برسم التجربة والخطأ. يصلحون المركبات بنظام التخمين. قطع غيار تقليدية ومزورة تباع على أنها ماركات عالمية. الكراجات تحتاج إلى تأهيل وإصلاح و80% منها غير مرخصة. مصلحو المركبات يفتقرون للمهارة والعلم والتصديح في الوكالات دون كفالة يكوي السائقين. ومسؤول في وزارة النقل والمواصلات يؤكد: جهات رسمية عدة مقصرة في إيجاد حلول لهذه المشكلة. وسلطة الترخيص: لا معلومات كاملة لدينا عن القطع المستوردة المتوفرة في الأسواق. ومواطن: اشتري القطعة بيدك وما على الميكانيكي سوى الفك والتركيب. الحسيني: وزير الأشغال العامة والإسكان، خطة ساري مؤقتة ونرفض الاستمرار بها لفترة طويلة. وأموال إعادة الإعمار أرقام فقط ولم تصل لخزينة السلطة حتى هذه اللحظة. والحكومة لن تسمح بإدارة الحصار بدل رفعه وأن يتحول كيس الإسمنت لكيس إذلال لشعبنا. بعض ما يسمى وكلاء الوزارات في غزة يعطلون حل مشكلة موظفي القطاع. والتفجيرات عطلت وصول رئيس الوزراء لغزة وأثرت سلبا على القطاع. تقرير من غزة: مطاردة الإسمنت في السوق السوداء. وبرتقال الفلنسية والشموطي مهدد بالانقراض في قطاع غزة. رشيد الفقهة من عام البسيط لوكيل لإحدى كبرى الشركات على مستوى الوطن. وامرأة البطاطا، هذا التقرير حول تالا أبو عيد، هذه الفتاة الفلسطينية البالغة من العمر حوالي 23 عاما والتي افتتحت مشروعها الخاص وهو مشروع عائلي وهو الأول من نوعه في فلسطين، إذ أنها فتحت مطعما متخصصا بالبطاطا المشوية التي تحتوي على حشوات متعددة وهو نوع من الطعام يصنف طبعا ضمن خانة الفاست فود، ولكنه يختلف عنه لأنه كما أكدت تالا طعام صحي 100% وتقوم هي وعائلتها بتحضيره، فهو مشروع عائلي. وعلى ما أظن المطعم موجود في بيت لحم للي حابب يعني يجرب. أيضا التحليل الأسبوعي لمؤشر العملات أيضا في ملحق حياة وسوق. أبو خضر: مزارع يرابط على الحدود وينجح بإنتاج الموز. زرع 100 دنم بالحمضيات و80 بالعنب و30 بالجوافة ويبحث عن أرض مناسبة لزراعة المانجا. أخيرا بكليك، مزج الإعلانين الإلكتروني والتقليدي هو أحدث ثورة تسويقية. نكتفي بهذا القدر. جولة سريعة مع بعض من الصحف القطرية والحياة الجديدة وأيضا الملحق الاقتصادي مع الحياة الجديدة هذا الصباح.
لفصل قصير وجولة مع الصحافة الإسرائيلية. بس تنويه اللي بيحب يطالع أبراج طبعا عام 2015، بدأت التوقعات مع نهاية العام موجودة في آخر صفحة من صحيفة القدس لهذا اليوم، أبراج عام 2015 وذلك حسب توقعات الفلكية ماجي فرح. أهلا من جديد مشاهدينا مباشرة إلى أبرز ما تناقلته الصحف الإسرائيلية من عناوين هذا الصباح من موضوعات. وأستاذ فايز عبد، صباح الخير. صباح الخير. طبعا اليوم يعني الصحف الإسرائيلية مركزة على ثلاث مواضيع أساسية. الموضوع الأهم هو المباراة كرة القدم بين فريق اتحاد أبناء سخنين، الفريق السخنيني العربي الأصيل، وفريق بيطار القدس، وهو الفريق الأكثر عنصرية ليس في الشرق الأوسط، حتى في فترة ألمانيا النازية ما كان هيك فريق كرة قدم في هذا الشكل من العنصرية ومن السفالة والانحطاط وكل الحكي اللي على الصبح. الشرطة حتى اللحظة الأخيرة كانت هي بدها تمنع إقامة المباراة في سخنين وتنقله لمحل ثاني، إلا أن إدارة أبناء سخنين ورئيس البلدية مازن غنايم أصروا على أن تكون المباراة في سخنين. الشرطة طلبت في أمور يعني تعجيزية، يعني طلبوا أنه في شارع 3 كيلومتر لازم يتعبى يزفتوا، والشارع هذا 3/4 مش تابع لبلدية سخنين إلا لبلدية مزقار، لكن إصرار أهل سخنين وعلى أنه مش بطار القدس تقرر لهم وين يلعبوا، أصروا وفعلا قاموا بتسويه الشارع، وأرغموا الشرطة الإسرائيلية عن التراجع عن قرارها. لكن يعني اليوم بيكون في سخنين عبارة عن ثكنة عسكرية، سخنين ستتحول إلى ثكنة عسكرية، حوالي 1000 شرطي ورجال أمن سيعملون في الملعب خارج الملعب وفي سخنين، يعني بالإضافة إلى 1000 شرطة ستكون هناك مروحية وخيالة. تخيلوا هاي مباراة كرة قدم يعني، والكل بيتأمل إنه يعني هي أنت المباراة المفروض إنه نعم الساعة 8:15 لربع اليوم. نعم، وطبعاً هي ستبث في القنوات الرياضة الإسرائيلية. طبعا الحدث الثاني اللي هو الأهم هو قانون القومية اللي نتنياهو اليوم يطرحه على الحكومة من جديد، على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية اللي هاجم حتى الحكومة بسبب موافقتها على مثل هذا القانون وطرح هذا القانون. صحيفة ديوات أحرونوت يعني العنوان الرئيسي المستشار فاينشتاين المستشار القانوني من غير اللائق
دعم الحكومة لمثل هذا القانون. اليوم المعركة على قانون القومية. دانييل فريدمان كان بروفيسور، دانييل فريدمان كان وزير القضاء في إسرائيل، يقول قانون غير ضروري في وقت كل شيء يمكن أن ينفجر. توتر في الحكومة على اقتراع أعضاء كنيسة من اليمين، طبعا إن إلكين من الليكود وشكيد من حزب البيت اليهودي، لتغيير وضع إسرائيل القانوني، يعني من دولة يهودية ديمقراطية إلى دولة يهودية بالأساس يهودية، وبعد ذلك تأتي كلمة ديمقراطية. المعارضون ومن بينهم لابيد وليفني، إسرائيل ستتحول إلى دولة دينية والعرب سيكونون مواطنين من الدرجة الثانية. هاي نكتة كبيرة يعني الدرجة الثانية، لأن من الدرجة الثالثة بتعاملوا مع العرب في الداخل، إن الأسى بس هذا الإشي أسى بيكون رسمي في قانون إن من الدرجة الثانية، هيك ما كان قانون يعني. هذا بقى من الأشياء يعني، هون في خلافات قوية. نتنياهو اقترح إنه يصوتوا على القانون الحالي، لكن سيتم تغيير بنود هذا القانون لاحقا، يعني على التصويت الأول يعني يكون يمشي على هذا الأساس. لكن هناك معارضة ليفني والمستشار القانوني للحكومة، سنتابع هذا الموضوع اليوم. في خبر ثاني يعني مهم جدا، يعني أنه في بار في بلد اسمها كرميل في الشمال ممنوع دخول الدروز. جندي قاتل في غزة في الحرب الأخيرة اسمه ران أبو دلي، لكنه منع من الدخول إلى هذا البار في كرميل لأنه درزي، مش لأنه شيء ثاني يعني. فقط لأنه درزي، لأنه غير يهودي خلينا نسميه، منعوه يدخل يعني. هو طبعا أثار غضبه يعني، في يدوات مكتوب أنه يعني هو بروح يحارب أو يمكن كان أنه يقتل أو يصاب، وبسبب أنه درزي يمنع من دخول إلى بار إلى حانة للمشروبات. هذا يعني مهم جدا. في وانا صورة لقاضية إسرائيلية اللي اغتصبت من قبل قاضية يعني على رأس عملها من قبل ضابط في الشرطة، لكنها رفضت أن تقدم شكوى رسمية ضدها. وهناك يعني هذا الموضوع بثير الرأي العام في إسرائيل والإعلام في إسرائيل. وزير الداخلية بناء على تعليمات من نتنياهو بيحضر قانون لسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية من المقدسيين وعائلاتهم. يعني عمليا يعني إن حاولوا كل الوسائل، أدخلوا آلاف من الأفراد حرس الحدود والشرطة إلى القدس، استعملوا كل الوسائل، القتل والاضطهاد يعني ما تركوا ولا أسلوب حضاري. فأني لجأوا إلى مثل هذا القانون يعني. لكن هذا بعتقد أنه هذا القانون أيضا لن يردع أهالي القدس. تشمل التأمين الصحي هذه حسب؟ لا يشمل التأمين الصحي، يشمل التأمين الوطني. يعني التأمين الوطني بالمناسبة يعني، وكأنه حكومة إسرائيل كان عامل معروف. طيب أي مواطن بيشتغل بيعمل هو بخصمه منه التأمين الوطني، صحيح. منه إله هاي للمستقبل. يعني اللي ما بيدفع ما إله حقوق، فهند يعني هاي المصاري هاي الأموال اللي تجمع هي إله جزء، هاي إله مش نتنياهو مش عامل معروفية ولا أردان لحدا، هاي أموال اللي بيقطعوها من الراتب الشهري يعني. فشوف يعني وين يعني كيف بيحاولوا هاي كلياته. أنا بعتقد إنه محاولات من نتنياهو ومن وزراء في إسرائيل هو أرسال رسائل إلى الشارع الإسرائيلي، يعني نتخذ خطوات وإجراءات رادعة وما إلى ذلك، حكي فاضي. طريق مسدود في المفاوضات النووية بين إيران والغرب، وهذا بخلق إسرائيل. إدخال الإسمنت إلى غزة يعني بدء العمل يعني هذا الأسبوع والأسبوع القادم. فتخيل أنه أغلب المواد البناء التي ستدخل إلى غزة هي من إسرائيل، يعني إسرائيل تدمر وتربح. يعني هي بدها تعوض اللي خسرتها في الحرب من خلال المواد
البناء لغزة. شوف يعني هذا العقل اليهودي هذا. احنا بندمر ومنبيع ومنشتغل ومنتاجر. التجارة يعني صفت العملية التجارية. تجارية. يوم الخميس البرلمان الأوروبي سيعترف بالدولة الفلسطينية في دولة حرنوت. سفير إسرائيل في الاتحاد الأوروبي حاول خلال الأسبوع الأخير إقناع أعضاء البرلمان بعدم التصويت لأنه فشل في ذلك. والاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي بيعتمد في موقفه على التصويت على رسالة موقعة من 600 شخصية إسرائيلية تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين. طبعا هذا شيء مهم جدا. في كاريكاتير يعني كثير حلو جدا حلو يعني بدل على الوضع. يعني في هنا صورة كاريكاتير بلدية أشكلون عسقلان رئيس البلدية نتنياهو بيحذر فيه بقول له ما فيش محل العنصرية ضد العرب. نتنياهو القائد وبيده الثانية ماسك القانون قانون رايح فيه على الحكومة قانون القومية. يعني شوف هالنفاق يعني لنتنياهو يعني وصل لدرجة من الانحطاط نتنياهو حتى انه يعني بطل يعرف شو يحكي بطل يعرف كيف يتعامل مع المواضيع. يعني من ناحية بتصرفوا كرئيس حزب فقط وليس كرئيس حكومي وفي بعض الأحيان يعني بتصرف كرئيس حكومي لكن ما بيعرف شو حكى قبل بيوم يعني أو شو بدي يحكي بعد بكرة. فيعني أنا بعتقد أن نتنياهو فقد حتى صوابه مش بس صوابه وأخلاقه لأنه إنسان يعني وصل لوضع من الانحطاط يعني ما كان حدا يتوقع. يعني رئيس حكومي بيهدد سكان يعني مواطنين عمليا في الدول اللي هن العرب. ولكن هذا دليل على شغلة واحدة بس أن نتنياهو فقد السيطرة إن كانت الأمنية في القدس وإن كانت الأخلاقية والسياسية في الداخل. طبعا فقد أيضا الاقتصاد يعني عمليا الاقتصاد الإسرائيلي في شركات الائتمان الدولية اليوم خفضت توقعات من إسرائيل بسبب الحرب على غزة وبسبب رفع الغلاء وأيضا كل التدابير الاقتصادية اللي بتتخذها وزارة المالية هي عمليا فشلت يعني لأنه وهي انذار يعني لنتنياهو ولابيد في هاي المرحلة. ننتقل لصحيفة هارتس. طبعا المستشار الحكومي هاجم طرح نتنياهو قانون القومية. وزير وزارة الداخلية تستعد لإقرار قانون نتنياهو لسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية تحدثنا عنه من اللي بسموه المخربين وعائلاتهم. أيضا 20 مليون شيكل إضافي لحراسة المستوطنين في القدس الشرقية. فقط في القدس؟ فقط في القدس في الأحياء هي في سلوان وبعض الأحياء يعني داخل المدينة مش في المستوطنات اللي حول المدينة. الأمم المتحدة المرحلة الثانية من أعمار غزة ستبدأ الأسبوع وإدخال مواد بناء من إسرائيل. حكينا عن تجارة. ميركل لن نعترف بفلسطين من جانب واحد لأن ذلك لن يقدم عملية السلام لن يساعد في غزة. طبعا يعني ميركل عندما تتحدث ميركل هي أكثر شخصية في العالم كانت تربطها علاقة صداقة مع نتنياهو مع نتنياهو شخصيا. ولكن هي ميركل نفسها اللي قالت عن نتنياهو أنه إنسان كذاب إنسان منافق إنسان لا يحترم كلمته ولا يحترم التزامه يعني أنا ولا يمكن الاعتماد عليه. يعني أنا بذكر يعني كانت هناك توتر في العلاقات بينه وبين نتنياهو بسبب كذب نتنياهو إلى يعني كان يوعد انه بوقف الاستيطان او تجميد الاستيطان في نفس اليوم يعني يعلن عن بناء جديد او مخططات جديده. فميركل يعني انا بعتقد انه هي هذا الموقف يعني هو نابع من ما زال بعض الالمان عندهم الشعور بالذنب يعني اتجاه اليهود واتجاه اسرائيل. وميركل يمكن واحده منهم يعني انا بعتقد انه يمكن واحده منهم. طبعا هارتس أيضا قضية المباراة في سخنين موجود اللي حكينا عنه. صحيفة معرف طبعا العنوان الرئيسي هو نتنياهو
وسحب حقوق اللي بسميه المخربين وعائلاتهم. ووزير الداخلية يعمل على إضافة المحرضين أيضا. يعني إذا أنا سبحكي وبقول إنه أردان يعني هذا وزير إيش مرتب يعني إيش كبير يعني فيش عنده عنصرية، فممكن إنه يجي يعتبر تحريض وبالتالي يشمل كل يشمل هذا القانون. بس يا سيدي الصبح مش حلو الواحد يحكي كلمات شوية. المستشار الحكومي يعارض يعني القومية، وسيشارك في اجتماع اليوم في محاولة أخيرة من جانبه لإقناع الحكومة بالتراجع عن هذا التصويت. مصدر أمني: إذا لم يعين أيزنكوت لرئاسة الأركان ستحدث هزة أرضية في إسرائيل. السؤال شو معنى الهزة الأرضية يعني؟ هل هذا هو نوع من التهديد بانقلاب عسكري؟ أنا أشك في ذلك، لكن ربما ستحدث هناك بعض الخلافات داخل القيادة العسكرية أو بين القيادة العسكرية والجهات السياسية، لأن نتنياهو في اثنين يعني مرشحين، نتنياهو بقابلهن يعني وبقرر، لكن الأغلبية في الجيش هي بتفضل أنه يكون أيزنكوت. هذا كان قائد المنطقة الشمالية ونائب رئيس الأركان حاليا. نتنياهو عفوا يعني حماس تنفي بدون نتنياهو، سحبت كلمة نتنياهو، زيحوا كلمة نتنياهو، خبر تاني، هذا خبر جديد. حماس تنفي التخطيط لاغتيال ليبرمان. يعني كان يوم الجمعة في الصحف الإسرائيلية عناوين رئيسية أن ألقوا القبض على مجموعة خططت والمحاولة الرابعة عليها كانت محاولة اغتيال بواسطة صواريخ الار بي جي، لكن حماس بتقول انه هو هدف شرعي. يعني احنا ما خططنا الاغتيال لكن هو هدف شرعي. ابو مازن يحذر من تحويل الصراع الى ديني. طبعا هو في الاشهر الاخيره منذ بدات قضيه القدس الاقصى والمحاولات الاسرائيليه تقسيمه، ابو مازن يحب يحذر من هذا. وطبعا هم في اقتباس يعني في معريف: لا تقتربوا من مساجدنا وكنائسنا ولن نقترب من كنسكم. صحيح. احتياطات أمنية في كنيس في نيويورك خوفا من عملية مشابهة لعملية الكنيس في القدس. طبعا معريف أيضا بالنسبة للرياضة موجود. هو موجود قضية المباراة في سخنين اللي هي تتصدر يعني كل نشرات الأخبار اليوم في إسرائيل. ننتظر المباراة عند الساعة 8 ونتأمل أن سخنين والفوز لسخنين وإهانة هذا الفريق كرويا وليس أكثر. ليس أكثر. شكرا جزيلا لك سعد صباحك سعد فايز عباس المختصر. صباح. شكرا لك سعد صباحك. يسعد صباحكم مشاهدينا. فاصل قصير ونكون مع محطة أخرى من محطات فلسطين هذا الصباح. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء وفي هواء. هل أراك الأرى سالما منعما وغانما مقرا سالما we'll be right back.
يصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمس يا بلدنا أصبح عليك الخير يا بلدنا جديد مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا في رسالة الصباح. يعني محطتنا اليوم شوي صار فيها شوية خربشة. كان مفروض يكون معنا مثل ما حكينا المؤتمر الدولي للهيئات المحلية طبعا ضمن السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني مؤتمر متحدون من أجل فلسطين، ولكن يبدو أنه ضيوفنا اعتذروا عن الحضور. كان مفترض أن تكون معنا رئيسة بلدية بيت لحم السيدة فيرا بابون بالإضافة إلى شخص من الوفود أو رئيس لجنة بلدية تسواني جنوب أفريقيا. وأيضا كان مفترض توجه إلى غزة، ولكن ضيفنا في غزة ليس جاهزا. بعد خلينا نتوقف مع مادة مسجلة صباح الوطن الجميل وعين الساكت. عين السكوت. طيب السكوت عفوا. صباحكم مشاهدينا الأعزاء، صباح الوطن الجميل. جولتنا لليوم في كاميرا تلفزيون فلسطين في برنامج فلسطين هذا الصباح من منطقة الأغوار الشمالية، بالتحديد في عين الساكوت اللي بتبعد عشرات الأمتار عن الحدود الأردنية الفلسطينية. أكيد إحنا بنحكي عن إحدى الشواهد اللي تعرضت لتدمير عام 67 واللي لا تزال باقية بهذه المياه المستدامة في هذه المنطقة. خلونا نتعرف سوا على عين الساكوت. عين الساكوت تتجلى فيها كنوز الطبيعة بما تحويه من طابع خضري وحياة مائية مستدامة تفيض بالماء من جوف الأرض بصمت دون أي صوت.
يضيف للمكان هالة قدسية وجمالية كبيرة. حرف اسمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ليتحول من مسمى الساكوت كما كانت معروفة عند أهلها إلى سكوت بتحريف اللغة العبرية. ولو رجعنا قليلا إلى التاريخ فإن هذا المكان كان عبارة عن قرية فلسطينية تقع على الحدود الأردنية الفلسطينية دمرها الاحتلال وأخواتها 32 من